بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل وأكثر من رائع. هذا التطبيق مختص بالنقل والتنقل للمكفوفين. هذا التطبيق جميل جدا، به العديد والعديد والعديد من الإعدادات، تطبيق دقيق جدا رائع أعجبني كثيرا. هذا أفضل تطبيق وجدته للملاحة للمكفوفين. هذا التطبيق موجود في المتجر باللغة الإنجليزية، قمت وبحمد الله بتعريبه، ستجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. إذن إخواني الكرام، حقيقة أنا لم أعرف الكثير عن هذا التطبيق لأن به عديد من يعني الأشياء سوف نكتشفها جميعا. إذن أنا أردت فقط طرح هذا التطبيق. إذن انتقل على بركة الله. تصفيح وسائل منبه كفت متجر رؤية مساعد نقل لا يت... هذا هو التطبيق. إذن أصبح باللغة العربية، نقوم بالدخول إليه. عندما نقوم بالدخول إليه كأول مرة يعطينا إشعار في قائمة في شريط الإشعارات بتفعيله، ثم يقوم بالاهتزاز. إذن نتصفح الصفحة الرئيسية للتطبيق. الصفحة الرئيسية، زر فتح أو مزيد من الخيارات. هنا يوجد زر مزيد من الخيارات سوف نأتيه لاحقا. أقرب عنوان، زر هنا لإيجاد أقرب عنوان. حقيقة هذا يعطينا يعني أقرب عنوان، أدق يعني أدق أكثر من تطبيق لازاريو. هذا تطبيق مفيد كما قلت لكم. جدول عنوان، وهنا لإيجاد عنوان يعني للبحث عن عنوان، إما عن طريق الفئات، البحث عن طريق الفئات مثل لازاريو يعني المتاجر أو محطات البنزين أو البنوك، أو بوضع العنوان البحث عن نقطة خط مائل إلى الخلف والدوري الحي. وهنا للبحث عن نقاط حية يعني مثل الجوجل إيرث. حفظ الموقع الحالي، وهذه ميزة جميلة جدا وهي حفظ المكان الحالي بدوره عن طريق بدوره الملاحة. هنا للبحث عن طريق الملاحة، حقيقة جربت ونسيت لأن كثرت عندي الأعدادات. حقيقة أنا أستخدمه باللغة الفرنسية. متر الرحلة، وهنا متر الرحلة حقيقة لا أعلم ما هي الملاحة. على ما أعلم هي للتنقل يعني الملف الشخصي الحالي، وهنا لعمل ملف شخصي. إذن نذهب إلى افتح. إذن وهي لفتح القائمة. إذن أول شيء هي الخريطة، هي الخريطة، يفتح لنا خريطة على جوجل مابس. تتبع خريطة، وهنا للتتبع يعني لفتح يعني البيانات على الجوجل مابس. أقرب نقاط، وهنا لتحديد أقرب النقاط. تم التحديد الصفحة الرئيسية. إذن هو اختياري يعني تلقائيا يكون على الصفحة الرئيسية، وبإمكاننا اختيار أحد الإعدادات عند فتح ذلك التطبيق. نقاط، وهنا لتحديد النقاط الإعدادات. إذن ندخل الإعدادات، به عديد من الإعدادات. الإعدادات، زر فتح أو مراقبة. إذن أول إعداد وهو المراقبة. التنقل، مراقبة، زر فتح أو مزيد. تواتر الإعلانات 30 ثواني. هنا لتواتر الإعلانات يعني المدة التي سوف تعطينا لتواتر الإعلانات هو موجود على 30 ثانية. مراقبة نصف قطرها 2 كم. هنا ل يعني مراقبة يعني نعيد مراقبة نصف قطرها 2. إذن يعني مساحة المراقبة يعني الدائرة، هي قطر الدائرة كم قيمتها. زاوية الرصد تطبيقاتنا الأخرى 360 درجات، وهنا لزاوية الرصد نقطة دائرة نصف قطرها 10 متر، وهنا لزاوية بحث دائرة نصف قطرها البحث، وهنا للبحث يبحث على 500 متر. فئات أعزب، وهنا للفئات المستثمين خريطة شارع المفتوح. إذن نقاط أعزب، سيتم تمكين التبديل بعد تمكين فئة أعزب واحد على الأقل غير مفعول. أقرب عنوان تشغيل مفتاح. إذن هنا أقرب عنوان نقوم بتشغيله. نقاط التوجيه تشغيل مفتاح. وهنا لنقاط التوجيه نقوم بتشغيلها. النقاط المحفوظة تشغيل مفتاح. وهنا ليعرض لنا النقاط المحفوظة نقوم بتشغيلها أيضا. قواعد البيانات النشطة تشغيل مفتاح. وهنا للقاعدة، قاعدة البيانات لباز دو دوني.
الرسائل عند الوقوف تشغيل مفتاح تحويل. وهنا لإعطائنا رسائل عند الوقوف أبلغ عن التغيير فقط غير مفعول مفتاح تحويل. وهنا يعني يبلغنا عند التغيير يعني عند المشي فقط أعلن مصدر نقطة تشغيل مفتاح تحويل. حقيقة أنا لا تعطي الاتجاه غير مفعول مفتاح وهنا تحويل. عندما نفعله لا يعطينا الاتجاه. الإخطارات الصوتية أثناء التطبيق في الخلفية تشغيل مفتاح هنا تحويل. لتشغيل الإشعارات الصوتية يعني في الخلفية هي مشغلة. إذن هذا الإعدادات مراقبة هذه مراقبة أنهيناها. تتبع زر وهنا تتبع اصطناعي بصندوق وحدات الإعلان اختارات زر نقاط من قاعدة البيع. إذن المعذرة وحدات اصطناع بصندوق ملفات فوز الإيمان الإعلانات لصناعة إظهار في الدولة نقاط أبلغ عن إخفاء شب رسائل نقاط في الدولة فوز الملفات بصندوق اصطناع واحد الإعلام اختار نقاط من طرق وصف التتبع مراقبة هنا تتبع. ندخل إلى تتبع النقاط المتعاقبة التنقل إلى أعلى. إذن النقاط المتعاقبة هنا النقاط المتعاقبة زر فتح أو مزيد من الخيار نهج دائرة نصف قطرها 10 متر. هنا للبحث في مستوى الأنهج نصف قطر الانتظار 30 متر. إعلانات المسافة القيمة غير مضبوطة هنا لإعلانات المسافة يمكن ضبطها تواتر الإعلانات 15 ثواني. وهنا تواتر الإعلانات كل 15 ثانية. الرسائل عند الوقوف تشغيل مفتاح الاهتزازات التي تشير إلى نقطة متعاقبة فقط عندما يكون الجهاز في وضع أفقي تشغيل الاهتزازات فقط على شاشة التتبع تشغيل الإخطارات الصوتية أثناء التطبيق في الخلفية تشغيل لا تعطي الاتجاه غير مفعول مفتاح تحويل الاهتزازات عند الاقتراب من نقطة تعقب تشغيل مفتاح تحويل كما رأينا الاهتزازات عندما تكون في حالة تأهب دائرة نصف قطرها تشغيل إشعار حول الوصول إلى النقاط عند إيقاف تشغيل الشاشة تشغيل إشعار حول الوصول إلى دائرة نصف قطرها في حالة تأهب عند إيقاف تشغيل الشاشة تشغيل تطبيق مليء جدا بالإعدادات ودقيق جدا الإعدادات وصف المعابر وظيفة هنا وصف المعابر إذن إعداد آخر وصف زر فتح إعلانات المسافة القيمة غير مضبوطة هنا لإعلانات المسافة تواتر الإعلانات 5 ثواني وهنا تواتر الإعلانات كل 5 ثواني معبر دائرة نصف قطرها الرصد 200 متر زاوية مراقبة العبور 120 درجات عبور نصف قطرها 35 متر أبلغ عن التغيير إذن كما رأينا إعدادات الطرق زر وهنا للطرق الطرق زر فتح تردد التسجيل القيمة غير مضبوطة أقصى مسافة للنقاط المكتشفة 30 متر أدنى زاوية الدوران حتى زوايا الدوران يعطينا زوايا الدوران كشف المنعطفات تلقائيا بعد تسجيل المساري تشغيل مفتاح تحويل جميل جدا يعطينا أصلا المنعطفات زاوية كشف المنعطفات تلقائيا بعد تسجيل المساري تشغيل المنعطفات يعني جميل 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 جدا الإعدادات طرق إذن هنا يعني زر فتح فئات المستخدم هنا لفئات المستخدم أزم مسح البلاط مؤقتا أزم تحميل نصف القطري 2 كم التخزين المؤقت نقاط تغيير اتجاه الجهاز هو تحديث قائمة بالنقاط الإيماءة المنسدة بإصبع من كما رأينا بعديد أترك لكم الاكتشاف نقاط من قاعدة البيانات وهنا لنقاط من قاعدة البيانات اختارات وهنا الإشعارات اختار زر فتح أو صوت تشغيل مفتاح تحويل وهنا يكون مشغل الإخطارات المحلية تشغيل هنا الإشعارات المحلية اهتزاز تشغيل وهنا الاهتزاز صوت تشغيل مفتاح تحويل هنا لتشغيل الصوتيات إذن كما رأينا الإعلان عن الاتجاهات زر وهنا للإعلان طريقة الإعلان على الاتجاهات زر فتح أو المعلومات في الحركة هنا المعلومات في الحركة عندما تكون تتحرك لم يتم التحديد لا شيء زر اختيار هنا لا شيء تم التحديد الاتجاه الجغرافي أو يعطيك الاتجاه الجغرافي لم يتم التحديد اتجاهات الساعة أو اتجاهات يعني عقارب الساعة لم يتم التحديد بوصلة أو اتجاه البوصلة يعني
المعلومات عندما توقفت. وهنا المعلومات عندما تتوقف في مكان. لم يتم التحديد لشيء. زر اختيار. تم التحديد. الاتجاه الجغرافي. لم يتم التحديد. بوصلة. زر اختيار. كما رأينا سوف أتركها بوصلة. التحديد. إذن أقوم بالعودة. وحدات المسافة. الألاين عن الاتجاه. وحدات المسافة. وهنا وحدات المسافة. زر فتح. وحدات المسافة. تم التحديد. قياس. زر اختيار. لم يتم التحديد. إمبراطوري. زر اختيار. لم يتم التحديد. أقدام. زر اختيار. هنا تختار يعني. وحدات السرعة. وحدات السرعة أيضا. كيلو متر في الساعة. لم يتم التحديد. ميل في الساعة. لم يتم التحديد. عقدة. يعني عقدة حتى في البحر يعني بإمكان استخدامه. تطبيق اصطناع الكلام. زر. وهنا اصطناع الكلام. اصطناع. زر فتح. اصطناع الكلام غير مفعول. مفتاح تحويل. نقوم بتفعيله. تم التشغيل. سرعة توليف 60%. محرك توليف الكلام. التحويل التلقائي بين. هنا لي يعني تشغيل آلة النطق يعني. 60 سرعة توليف 60%. بإمكاننا يعني التعديل عليها. الإعدادات. إذن. بصندوق الإسقاط. وهنا صندوق الإسقاط يعني رفع كل البيانات على جوجل درايف. ملفات تعريف الإعدادات. وهنا لتعريف الإعدادات. فوز الإيماءات. وهنا. فوز الإيماءات. للإيماءات أضغط عليها. فوز زر فتح أو فوز الإيماءات غير مفعول. مفتاح تحويل. حقيقة لم أجربها. لم يتم التحديد. تغيير وضع الاستكشاف. زر اختيار. هنا فوز الإيماءات غير إذن مفعول. هنا يعني. نقوم بتفعيلها. التشغيل. وهي لي عند هز الهاتف. لم يتم التحديد. تغيير وضع الاستكشاف. إذا اختيار. لتغيير إما وضع الاستكشاف. التحديد. إضافة نقاط إلى الطريق. أو إضافة نقاط إلى الطريق. إذا قوة لفتة لازمة. وهنا يعني تحديد قوة الهز. إذا أنا سوف أتركها. لم يتم هز الإيماءات. تشغيل. مفتاح تحويل. إيه على. لم يتم التحديد. تغيير وضع الاستكشاف. تغيير وضع الاستكشاف. إذا. الإعدادات. الإعدادات. زر فتح أو مزيد من مراقبة. إذا. هكذا أتممنا الإعدادات. إخواني أنا أعتذر على التقصير لأن هذا التطبيق مليء جدا حقيقة بالإعدادات كما رأينا. وحدات اصطناع الكلام بصندوق الملفات. فوز الإيماء. الإعلانات المتكررة. وهنا لصناعة السيارات. الإعلانات. الإعلانات المتكررة. حقيقة لا. القيمة الحالية. لا أعلم ما جدواها. لصناعة السيارات. إظهار المزيد من الخيار. دوران تشغيل. نقاط التوجيه. تشغيل. مفتاح تحويل. هنا لتشغيل نقاط التوجيه. دوران تشغيل. مفتاح تحويل. أبلغ عن التغييرات في دقة تحديد المواقع. تشغيل. إخفاء شاشة الخريطة. زر. رسائل المعلوم. تشغيل. تب. كما رأينا إذن أقوم بالعودة. اضغط مرة. افتح. زر. وأذهب. زر فتح أو مزيد من الخيار. وحدات المس. اختار نقاط. وأذهب أعود إلى الشاشة الرئيسية. زر الإعدادات. أذهب. زر فتح أو مزيد من افتح. زر. نذهب إلى افتح وأذهب. تكتب أقرب نقطة الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية. زر أقرب عنوان. زر. وأذهب مثلا. جد العنوان. زر. البحث عن جد أقرب عنوان. أقرب عنوان مثلا. Unnamed road. Tunis. تونس. صدقوني إخواني أعطاني النهج الذي أنا موجود فيه بالدقة. جد العنوان. زر. سوف أقوم حفظ الموقع الحالي. بحفظ هذا الموقع الحالي. التنقل. حفظ الموقع. زر فتح أو مزيد. إجراءات. زر. أضف إلى النقاط المحفوظة. زر. اسم. إذن بإمكانك تغيير أسماء يعني الأماكن مثلا هذا اسم النهج الذي أنا أقطن فيه. بإمكاني كتابة منزلي. خط العرض. يعطيك يعني خط العرض. خط الطول. وخط الطول. صح. صح. تطابق أقرب عنوان. زر. تحديث الأحداثي. زر. إذن حفظ. زر فتح أو سأقوم. أضف إلى النقاط. إجراءات. ويوجد هنا الإجراءات. أضف إلى النقاط المحفوظة. أضف إلى نقاط التوجيه. هنا إضافة إلى قاعدة البيانات. والإضافة إلى قاعدة البيانات. أضف إلى الطريق. مشاركة الرابط. وأستطيع مشاركة الرابط يعني رابط مكاني في الواتس وعديد الأماكن. إرسال عن طريق البريد الإلكتروني. أو إرساله عن البريد الإلكتروني. عرض على الخريطة. أو عرضه على الخريطة. أضف إلى النقاط المحفوظة.
الصفحة الرئيسية إذن متر الرحلة زر. إخواني تطبيق به عديد وعديد وعديد من الإعدادات. إخواني أترك لكم يعني اكتشاف هذا التطبيق، حقيقة من أروع تطبيق للاتجاهات شاهدته، به الكثير من الميزات. لا يسعني الوقت لاستعراضها، سوف يطول الفيديو، أنا أعرف أن بعض الإخوة لا يحبون الفيديوهات الطويلة. إذن إخواني أدعوكم لتحميل هذا التطبيق والاستفادة منه، أرجو أن يعجبكم الاستعراض، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.